متوازي مستطيلات. هل انا لازم ارسم؟ لا. طب امال انت رسمت ليه؟ عايز اعرفك انه لما قال لي القاعدة مربعة يبقى الطول زي العرض، الطول زي العرض، ده 5 وده 5، لكن ارتفاعه هو بس اللي 10. نقول تاني؟ لا طيب انت عاوز تعرفني ايه؟ قال لي لازم افتكر مساحة جانبية. مساحة جانبية، فاقول له محيط القاعدة في الارتفاع. محيط القاعدة يا مستر ده مربع، يبقى 5 و5 و5 و5، يبقى المحيط 20، والارتفاع هو بيقول لي 10، واشتغل في الآلة، ادي 0، 2 وسنتيمتر مربع. لكن لو قال لي مساحته الكلية، اقول له الجانبية زائد مساحة قاعدتين. طب مين الجانبية؟ انا جايبها اهي ب200. مساحة القاعدة، انت قلت مساحة مربع، ومساحة المربع طول الضلع في نفسه، يبقى دي 2 عشان مساحة قاعدتين، وعشان مربع يبقى 5 في 5، وكل ده برضو ادخله في الخلاط، ادي 25 في 2، يبقى 250. انت مالكش دعوة، انت لازم تشتغل بالآلة في الجمع، الطرح، القسمة، الضرب، عشان ما غلطش. حبايبي عندي بعد كده حاجة بقى اسمها قسمة وضرب، بس المرة دي لو تبص ده عدد لأس وده عدد لأس، يبقى أنا بمنتهى البساطة لازم أتعلم إن أنا أكتب في الآلة. طب هنكتب إزاي؟ تعالى بص حبيبي، أنا الأول عندي قوس، أكتب قوس، بعد القوس في سالب، أكتب سالب، بعد كده 12، أقفل القوس. أنا عايز أكتب الأس، أدي ده مفتاح الأس يا بابا، أهو أهو أهو، ده. طب أنا عايز أس 5، يبقى أعمل ده وبعدين 5. بعد كده لازم أنزل بالسهم عشان أكتب باللي بعده، لازم أنزل بالسهم عشان لو كملت أكتب في الأسس. بعد كده عندي علامة القسمة، علامة القسمة، أدي علامة القسمة، وأرجع أكتب تاني، أدي قوس ودي سالب ودي 12، واقفل، ادي كتبت الاس اهو 4. بعد كده اقول يساوي، طلعت لي الاجابه. دلوقتي اقدر اروح على لتشوز واختارها. ايوه هنشوف واحده تانية برضو ازاي نشتغل بالاله. يلا كده وريني هنكتب ازاي. يبقى دي 9 ودي فيه، برافو عليك، سالب 8 واقفل القوس، برافو عليك. وبعدين نعمل علامة القسمة، وبعدين نفتح قوس جديد، برافو عليك، وكتبنا سالب 6، وكتبنا سالب 6، سالب 6، سالب 6، سالب 6، يلا حبيبي، سالب 6، سالب 6، واقفل القوس وقص 2، شكرا. ايوه 2، واقول يساوي، طلعت يا مستر سالب 2، بدور في الاجابه. تعال نشوف حاجه جديده، بيقول لي احتمال ظهور. استنى، اول ما نقرا يا مستر كلمه احتمال، انت قلت لي اجهز كسر، ومش كده وبس، والمقام هو المجموع، فضاء العينه. انا بقول لك حجر نرد، حجر النرد اللي هو الزهر عنده كام حدث؟ اقول له عنده 6. يبقى انا اي مساله احتمالات في كلمه حجر نرد اجهز كسر، مقامه 6. هو بقى بيقول لي عدد فردي اولي، اقول له استنى، ايه هي الاعداد الفرديه؟ اعداد فرديه، ها، 2، سوري، 1 و3 و5. حلو، استنى، انا مش عايزه اولي فردي بس، انا عايزه كمان اولي. مين في دول اولي؟ التلاتة والخمسة. كمان مرة، فردي بس، 1 و3 و5، اولي التلاتة والخمسة، كم حاجة؟ 2. يبقى 2 على 6، وبعدين ادخلها في الآلة واختار الاجابة. ها يلا كده اعمل 2 على 6 ويساوي، طلعت لي كسر 1 على 3، بروح اختار.
ازاي تقابلني مسألة زي كده واحلها؟ هو بيقول لي سالب 2 اس 3، يبقى انا عايز اعرف اكبر من مين في الاختيارات اللي هو مدهاني. عشان احل مسألة زي كده كل اللي عليك حاجة واحدة بس، سالب 2 اس 3 اجيبها بالآلة، ادي قوس ودي سالب ودي، ادي قوس ودي سالب 2 قفلت ودي اس 3، طلعت كام؟ طلعت سالب 8. سالب 8، يبقى انا باجي اقول لنفسي السؤال ادي سالب 8، يا سالب 8 انت اكبر من مين؟ بص حبيبي عشان مش مستاهله ان انا اضيع وقت، بص كده، هل انت اكبر من سالب 7؟ لا، يبقى انت بره. تعال نشوف الراجل ده، ده سالب بس الاس زوجي، يبقى انت كمان ما تنفعش، وده عدد موجب، يبقى انت كمان ما تنفعش. شوف بحل ازاي. تاني جبت الاجابه بتاعت دي، طلعت عدد سالب، الاولاني ده موجب، يبقى استحاله السالب اكبر من موجب، وده وده الاس زوجي هيخليه موجب، يبقى برضه ما ينفعش. هقول تاني بطريقه تانيه، ادي سالب 8، ده هيديني 8، وده يدي 9، وده سالب 7، فأنا من غير ما أتعب دي مش أكبر من ده ولا ده، يبقى أنت ما تنفعش وأنت ما تنفعش، وده سالب 7 أصلا أكبر، يبقى إجابتي سالب سالب 3 أس 2، أدي الإجابة من غير. تعالوا بقى نمشي شوية، فيه فضائل عينة، احتمال فيه يعني الفضائل العينة كله، يعني العدد على نفسه تبقى 1. طب ده مقياس وده مقياس، ازاي اعرف؟ شغل يا مستر بالآلة. كمان مرة، دي اعداد ودي اعداد، ده علامة المقياس، ازاي اعملها بالآلة؟ علامة المقياس يا مستر بروح دايس على شيفت وفي مفتاح مكتوب عليه اتش واي بي، اهو كتب لي المقياس، هكتب بقى اللي جوه، 5 ناقص قوس ودي السالب 3 واقفل بس كده. فاروح اجيب الناتج، طلع 8، يبقى ده طلع 8، اروح كاتب تحت منه 8. عايز التاني، بص بقى معايا، هرجع جوه، عاوز جوه المقياس سالب وافتح قوس وكمان سالب 3 واقفل القوس اس 2 واقول يساوي، طلع 9. ايه ده؟ يعني انا كل اللي اعمله ان انا اشتغلت بالآلة، كتبت ده وكتبت ده، طلع 8 طلع 9، التسعة اكبر، برافو عليك، ادي الاجابة ودي طريقة الحل. تعال نشوف اللي بعد، مكعب مساحة الكلية بتاعته كذا، يبقى حجمه، اقول له استنى الأول، لما أقول مكعب ومساحة كلية أفتكر إن المساحة الكلية 6 لام تربيع، يبقى أنا عشان أجيب طول الحرف، طول الحرف هروح واخد الأول 600 أقسمهم على 6 تطلع لي 100، بس 100 دي طول الحرف تربيع، أروح واخد حاجة اسمها الجذر التربيعي بتاع 100، بص معايا أهو، ادي علامة الجذر التربيعي ودي 100 يساوي، طلع 10، فطول الحرف طلع 10. طب يا مستر طول الحرف طلع 10، انا مش عايز طول الحرف، انا عاوز حجمه، حجم المكعب دي يا مستر خدتها في الترم الاول، اللي هي طول الحرف في نفسه في نفسه، يعني 10 في 10 في 10، تطلع لي الإجابة 1000 سنتيمتر مكعب مش مربع، آدي الحجم. هنقولها تاني، الراجل ده بدأ مسألته بكلمة مكعب، مكعب ومديني المساحة الكلية، المساحة الكلية 6 لام تربيع، قسمت على 6 عشان اعرف اللام، اللام طول الحرف بس دي تربيع، اخد حاجة اسمها جذر تربيعي بالآلة. بعد كده لما عرفت طول الحرف ب10 اقول له الحجم هو طول الحرف
في نفسه في نفسه، دي من الترم الاولاني، ما اقولش ده ترم اولاني وده ترم تاني، ادي طريقة حل المسألة. بيقول لي العدد الذي يحقق المتباينة، احنا خدنا معادلة وخدنا متباينة، تعال نشوف كده شوية افكار على المتباينة. لما تجيني حاجة زي كده، الاول لحظة بص حبيبي معايا، اقول له السين سالبة، لما تبقى السين سالبة هنعمل حاجتين، اول حاجة هنقلب العلاقة، يعني دي كانت اصغر اقلبها تبقى اكبر. امتى الكلام ده يا مستر؟ لو السين سالبة، اقول له اقلب العلاقة، لو كانت اصغر تبقى اكبر، اكبر تبقى اصغر، دي لو سين سالبة. ايه كمان؟ السين السالبة تتحول تبقى موجبة، والعدد من موجب يبقى سالب، ولو كان سالب يبقى موجب. نقولها تاني، سين سالبة، قول له هعمل حاجتين، هغير الإشارات للناحيتين، وكمان أقلب العلاقة، أكبر تبقى أصغر أهو. تعال بقى نقرأ، سين أكبر من سالب اتنين، سين أكبر من سالب اتنين، هل سالب اتنين أكبر من سالب اتنين؟ لا، يبقى أنت ما تنفعش. هل سالب أربعة أكبر من سالب اتنين؟ لا، أنت ما تنفعش. هل سالب تلاتة؟ لا، الله، يبقى الحل مين؟ سالب واحد هو اللي بيحقق المتباينة. تعالوا بقى لو جاء لي مجموعة الحل، يا مستر أدي سين، بعد منها زائد أو ناقص أوديها الناحية التانية. كمان مرة أسأل، يا سين في بعد منك موجب أو سالب؟ أيوة، أنقلها بالعكس، يبقى دي التلاتة سين والتلاتة وعشرين في بيتا، ودي زائد تروح ناقص. أجيب آلتي، أجيب آلتي وأكتب في الآلة، تلاتة وعشرين ناقص خمسة، طلعت يا مستر 18. يبقى الأول العدد اللي بعد سين لو موجب انقله سالب، لو سالب انقله موجب. بعد كده سين معاها 3 اقسم على 3، طب سين معاها 2 اقسم على الاثنين. الله، دي نفس خطوات حل المعادلة. أيوة، يبقى هقسم على 3 للطرفين، العلاقة نازلة زي ما هي، وهنا 6. هل أنا كده خلصت؟ أقول له لا. لا ليه؟ أعمل خط ومثل، لازم تمثل عشان ما تغلطش. ادي العدد 6، ودي اكبر اكبر، وعشان معاها يساوي يبقى هناخد الستة وناخد الاكبر ونطلع، يبقى مجموعة الحل 6 و7، واكتب نقط. ادي يا بابا حل المتباينة زي حل المعادلة. طب يا مستر لو جاتني مسألة طويلة زي كده اتخض، اقول له تعالى نتعلم. بص حبيبي، دي 3 سين هسيبها، ده مقياس، المقياس يخرج العدد اللي جوه موجب، يبقى ده كده بقى 2 ودي سين، وكملت باقي المسألة. كمان مرة، ما ينفعش أحل وعندي علامة المقياس خرجت موجب. الله، المرة دي معايا 3 سين ناقص 2 سين، كأني بقول 3 جنيه ناقص 2 جنيه جنيه، 3 جنيه ناقص 2 جنيه جنيه، وبكمل. الله، بقت مسألتي زي بتوعي. أعمل إيه؟ في بعد السين زائد أنقلها موجب، أهو سوري، هنا موجب أنقلها سالب. طب وبعد كده؟ آدي العلامة، 2 ناقص 5، أقول له معرفش، أشتغل بالآلة عشان ما أغلطش، كتبت وأقول يساوي، طلعت لي سالب. برضو للمرة التانية أعمل خط الأعداد، أدي سالب 3، دي أصغر بس معاها يساوي يبقى هاخدها، لو مفيش يساوي ماخدهاش، وأصغر يبقى هرجع قبل سالب 3. كده بقى أقدر أقول له مجموعة الحل، يبقى هاخد سالب 3 وسالب 4، ولازم أعمل خط الأعداد. أيوة حبايبي، تعالوا يلا مع بعض. لما أقول لك ألف أدي ب، دي نقطة دي نقطة، عايز ألف ب، يعني كأني عايز طول القطعة ألف ب. يا مستر دي 3 ودي 3، يبقى مش هلعب مع التلاتة. أمال هقول إيه؟ هقول له أعمل علامة الأبسوليوت وأخد ده ناقص ده،
يبقى ادي سالب 2 ناقص سالب 5، ودي ادخلها في الكالكوليتر. نقول تاني بالراحة، 2 ألف 2 ب، عاوز ألف ب، يبقى أنا التلاتة هي التلاتة ملعبش معاها، يبقى أنا هعمل علامة المقياس وهطرح ده ناقص ده، هكتبها وآجي بقى آدي الآلة بتاعتي الجميلة. تعال نفتكر مع بعض إحنا بنحلها إزاي. قلنا علامة المقياس أدي شيفت ومع مفتاح اتش واي بي، هكتب ادي سالب 2 وادي ناقص وافتح قوس وادي سالب 5 اقفل القوس. كده انا كتبت جوه المقياس كل اللي عليا ان انا اقول يساوي، واكتب الاجابه 3 وحدات طول، دي الاجابه مش بالسنتيمتر. طب تعال نشوف اللي بعدها. بيقول لي ألف شرطة صورة ألف بانتقال قدره من نون، يبقى ألف ألف شرطة بكام؟ أكيد هو نفس المقدار ميم نون. صاد الموجبة تقاطع صاد السالبة، برافو عليك حبيبي. تعال بقى نشوف مسألة المكعب. هو بيقول لي حجمه يا مستر يعني طول الحرف في نفسه في نفسه، فقلنا لازم الأول أجيب طول الحرف، طول الحرف. فقلت لك السنة دي آلتك الجميلة هتوفر لك ايه بقى؟ بص معايا، لو معايا الحجم وعاوز طول الحرف بعمل شيفت وعلامة الجزر، شيفت وعلامة الجزر، فديتني التكعيبي علشان ده الحجم طول الحرف في نفسه في نفسه، واروح جاي اكتب الميتين وستاشر يساوي طلعت 6، يبقى طول الحرف 6، يبقى طول الحرف عملنا علامة الجذر التكعيبي ل216 طلعت 6. طب أنا عايز مساحته الجانبية، أقول له مساحة جانبية يعني 4 مساحات، يبقى 4 في طول الحرف 6، 4 في 6 في 6، دي اسمها المساحة الجانبية، أدخلها في الآلة. أيوة، أروح كاتب 4 في 6 في 6 يساوي، إدتني كام؟ 144 وما انساش سنتيمتر مربع. تعال نشوف اللي بعدها. أي مسائل أرقام، أنا عارف إن الطلبة تعبت فيبتدي عشان يتأكد إنه صح يكتبها في الآلة. طب أكتبها إزاي؟ آدي 12 هنقص منها وافتح قوس، ده السالب 4 أقفل القوس وادي التربيع. يا رب تكون واخد بالك من اللي بنقوله، يساوي الإجابة سالب 4. تعال نشوف آخر فكرة. المساحة الجانبية لمتوازي مستطيلات قاعدة مربعة. كلمة قاعدة مربعة دي حاجة مهمة، يعني الطول زي العرض، وبيقول له طول ضلعه 3 وارتفاعه 6. أنا عاوز المساحة الجانبية اللي هي محيط القاعدة في الارتفاع. لما أقول لك القاعدة مربعة يبقى محيطها 3 في 4 عشان ده مربع، يبقى المحيط طلع 12 والارتفاع هو بيقول لي 6، واضرب 6 في 12 بالآلة تديني 72 وأي مساحة سنتيمتر مربع. حبايبي تعالوا كده نكمل. بيقول لي مسابقة بأحد المدارس تقدم 72، أول يا بابا ما تقرأ كلمة احتمال يبقى بتقول لي أجهز كسر، صح، والمجموع ده هو اللي هيبقى المقام، صح، يبقى دي لازم افتكرها. بس تعال نكمل. احتمال تكون تلميذة هي تلت، احسب عدد التلميذات. انت دلوقتي مديني احتمال التلميذة، هنا ده عددهم على 72، انا معرفش عددهم بس نعرف الاحتمال بتلت، الاحتمال بتلت.
طب انا بقى اعرف عدد التلميذات ازاي؟ يبقى كأني يا مستر حطيت هنا التلت، يبقى انا بقسم ال72 على التلاتة. ادي فكرة المسألة. كمان مرة، هو اداني الاحتمال بس بتاع التلميذات، فأي احتمال هو عددهم على الكل، فعددهم على الكل بتلت. أنا عايز أعرف عدد التلميذات، يبقى أقسم 72 على 3، أجيب الآلة الجميلة وأقول 72 على 3، طلع 24. يبقى أنا عندي 24 تلميذة. لو كان عاوز عدد التلاميذ يعني الأولاد، يبقى أنا البنات طلعوا 24 تلميذة. عايز عدد التلاميذ الأولاد يبقى ال72 هنقص منهم يا مستر ال24، وبرضو كل شغلي في الآلة علشان ما غلطش. 72 هنقص 24 طلع لي 48 تلميذ. ادي مسألة فيها فكرة. ايوة، بيقول لي يوجد مجموعة الحل للمرة التانية لو لقينا علامة المقياس اللي جوه يخرج موجب. خلاص، يبقى دي السين زائد 4 ب 12. عشان نحل المعادلة بنقول كده، اللي بعد السين زائد يروح الناحية التانية، لو زائد يروح ناقص، لو موجب يروح سالب، لو سالب يروح موجب. يبقى دي 12 ناقص 4 ب 8. اقول له يبقى مجموعة الحل 8. يبقى بيقول لي في الاول مجموعة الحل، لازم اختم مجموعة الحل واحطها في قوسين مجموعة. ادي دي المعادلة. مين زيها؟ المتباينة. يعني ايه؟ يعني لو انا الراجل ده جه قال لي مجموعة حل وحط لي سين زائد 4 وعمل كده 12، هنا زائد تروح الناحية التانية ناقص، والعلامة في بيتها، 12 ناقص 4 للمرة التانية. أي حاجة جمع طرح استخدم الآلة، حتى لو عرف دي متباينة يبقى يا ريت تعمل خط أعداد. الراجل بيقول لي دي مفتوحة ناحية السين تبقى أكبر من 8، أكبر من 8 في 9 و10. هل هاخد التمانية؟ أقول له لأ. لأ ليه؟ عشان مفيش علامة يساوي، يبقى هاخد من 9 وأطلع لقدام، وأجي أقول له يبقى مجموعة الحل 9 و10 واعملهم في قوسين مجموعة. ادي دي طريقة حل متباينة. وهنا ادي كده فكرتين هيجولك في الامتحان. مسألة جميلة، بيقول لي ألف وب وج، يبقى دي 3 نقط. اوجد طول ألف ب وب ج. أقول له استنى، هو اداني الشبكة، يبقى أنا آجي في النص، في النص وبالأدوات بالمسطرة والقلم الرصاص اعمل ايه؟ اكتب دي نقطة الاصل، ادي 1، اللي بعديه 2، اللي بعديه 3 4، اطلع فوق موجب 2 3 4، اجي في الشمال سالب سالب سالب، انزل تحت سالب سالب سالب. طيب بعد كده معايا نقطة سالب 3 و3، يبقى دي سالب 3 واطلع فوق عند ال3 واسميها ألف. عندي سالب 3 وسالب 1، ادي سالب 3 وانزل عند سالب 1، انتبه. آخر نقطة صفر وسالب 1، صفر، وانزل تحت عند سالب 1، انت جيب. بعد كده عشان بيقول لي اوجد طول ألف ب، يعني من ألف لب، هكبر عشان تشوف اقولها ازاي.
من ألف لب تعال نعد، واحد اتنين تلاتة أربعة، يبقى ألف ب أربع وحدات. طب عايز ب جيم، يبقى من ب لجيم، واحد اتنين تلات وحدات. آدي إزاي أحسب طول بس كده. بعد كده بيقول لي صورة المثلث، استنى يبقى أجي ده أوصل عشان أرسمه مثلث. آدي أول سؤال، إزاي بقى نجيب صورة ده بالانتقال؟ أقول له لأ، أنت دي بقى قلت لي لازم أحلها بطريقة إن أنا أجيب الألف شرط، يعني أجيب صورة الألف شرط. الألف أهي هعمل لها انتقال 2 و1، يبقى السالب 3. ركز بص كده معايا، شوف احلها ازاي عشان انت لازم تعمل كده. هو مديني الالف كده، انا جمعتها لك اهو، مديني الالف وانا عايز الف شرطه بالانتقال. اقول له يبقى اخد الاحداث السيني مع الاحداث السيني بالاله. هو كل حاجه اله؟ اقول له ازاي، ما احنا قلنا هناخد سالب 3، يبقى دي سالب 3 هزود عليها 2، سالب 3 هزود عليها 2 واقول يساوي، طلعت سالب 1 يبقى دي سالب 1. الاحداث الصادي مع الاحداث الصادي 3 و1 4. بنفس الطريقة، بنفس الطريقة هجيب صورة الب، يبقى هاخد الاحداث السيني مع الاحداث السيني 0 و2، 2 سالب 1 و1، اشتغل بالآلة اوعى تنسى. اجيب جيم شرطة صورة الجيم، جيم شرطة صورة الجيم، يبقى هاخد الصفر زائد 2 ب2، واخد سالب 1 زائد 1 يديني صفر. هنقولها تاني، اي انتقال بجمع الاحداث السيني مع الاحداث السيني والاحداث الصادي مع الاحداث الصادي، وحضرتك تشتغل بالآلة. بعد ما عملنا كده بص بقى حبيبي، تروح جاي تروح ترسم كل نقطة، ارسم كل نقطة. سالب 1 و4، يبقى سالب 1 سالب 1، واعمل ايه، واطلع فوق منها عند الأربعة، سالب 1 و4. حبايبي تعالوا نراجع كده مع بعض، كانت الب شرطة، عيني زغللت معلش، سالب 3 و2 تبقى سالب 1. طبعا انا لما جيت رجعت ما ينفعش نقطتين 2 و0، 2 و0. بص بقى ازاي هنرسم، سالب 1 اهو، واطلع فوق عند الأربعة واعمل نقطة اسمها ألف شرط. سالب 1 سالب 1، واطلع عند الصفر، لا الصفر لا اطلع ولا انزل، يبقى النقطة عندي سالب 1. 2 و0 ادي 2 ومعاها صفر، يبقى لا هطلع ولا انزل، واجيب المسطرة بتاعتي وهوصل، هيطلع لي برضو مثلث، يبقى صورة المثلث مثلث، صورة المربع مربع، وآدي آدي المسألة بتاعت الانتقال. مديني رسمة وبيقول لي اللي فوق ده مثلث متساوي الأضلاع، يعني الأضلاع التلاتة قد بعض. اللعبة في مساحة نص الدايرة، إن حضرتك تقول له مساحة نص الدايرة هي نص، ودي باي نق تربيع، عشان مساحة الدايرة طه نق تربيع، كل ده ب 19 وربع. ادي نص، الباي هو راجل طيب مديها لك ب 22/7. الاتنين دي تختصر مع ال22 تبقى 11، ودي 19 وربع. انا عاوز نق تربيع، يبقى هقسم 19 وربع على 11/7. ما تخضش لا، عشان انا هشتغل بالآلة. ادي 19 وربع هقسمها
واعمل كسر وادي 11 وانزل 7. طلعت لي النق تربيع ب 49 على 4. بس يا مستر انا عايز نص القطر. اقول له يبقى نص القطر اعمل طالما اي حاجة تربيع اعمل جذر. فانا هقول اهو بص معايا، شيفت ودي علامة الجذر، لا سوري ده جذر بس، واحط الانسر. طلعت لي 7 على 2، يبقى انا خدت الجذر بتاع 49 على 4 طلعت لي 7 على 2. طب انت ليه بتعمل كده؟ بص بقى المفاجأة، ده عايز محيط الشكل، محيط الشكل. فباجي اقول له محيط الشكل يعني هاخد الضلع ده وده واخد النص دايرة اللي هو محيطها 2 طنق. ركز، انت كان كل مشكلتك ازاي تجيب نص القطر. محيط الشكل هاخد الضلع ده وده والقوس ده اللي هو بتاع نص دايرة، يبقى انا عندي ضلع وضلع ونص قوس، نص دايرة. طب هو انا جبت ده؟ اقول له ايوه، ما انت بتقول لي متساوي الاضلاع، يبقى الراجل ده هو كمان بقى ب 7 على 2، وده 7 على 2، وده 7 على 2. محيط الشكل هاخد من بره يبقى 7 على 2 و7 على 2، ومحيط نص دايرة. محيط نص دايرة بجيبه ازاي؟ بص معايا، 7 على 2 و7 على 2 هتعملها في الآلة هتبقى 14 على 2 هتديلك 7. محيط نص دايرة يبقى 2، باخد نص الدايرة يبقى مش هاخد 2، هكتب طه نق، يبقى دي 7، والطه ب 22 على 7، والنق ب 7 على 2. كل ده دخله في الآلة. لو انت مش عارف 7 مع 7 دي مع دي 11 تبقى 18. نقول تاني بالراحة، المسألة دي فكرتها حلوة قوي. بص معايا هصغر عشان اجمعها لك. الراجل الجميل ده اداني رسمة، قال لي ان الرسمة دي ده اللي فوق مثلث متساوي الاضلاع، يبقى الضلع ده قد ده قد ده. انا كل اللي عاوزه ازاي اجيب نص القطر. هو قايل لي مساحة نص دايرة، يبقى نص طه نق تربيع، نص والنق ب 22 على 7 بتساوي كذا. فرحت قاسم ال 19 وربع دي على 11 على 7، طلعت لي كسر. ماليش دعوة، دي نق تربيع اخد علامة الجذر عشان تديني نص القطر. انا جبت نص القطر. تعال بقى نقول محيط الشكل، محيط اي حاجة بشتغل من بره، يبقى الضلع ده وده والقوس، القوس ده نص دايرة يبقى طه نق مش 2 طه نق. ادي ده وده طلعوا لي 7، والطه 22 على 7، ونص القطر 7 على 2، كل ده في الخلاط طلع لي 18 سنتي اول. تعالى كده حبايبي جريد 6، كل سنة وانتم طيبين. هنشوف مع بعض النهاردة ازاي نتعلم نجاوب. لما تجيلك مسألة فيها صاد، سواء صاد موجبة، صاد سالبة، طه، عين، أي حاجة، عشان أحل سؤال زي ده صح لازم تتعلم ترسم خط الأعداد. طب خط الأعداد بتاع مين يا مستر؟ خط الأعداد بتاع صاد كلها، يعني كل دي صاد، كل ده، واتعلمنا في صاد، فيبقى سألني على حاجة من دول أعمل صاد. طب ليه؟ أقول له الأول تعالى نقول الصفر في النص، وعلى اليمين أعداد موجبة، وعلى الشمال الأعداد السالبة. ده مش كده وبس، ده أنت تقول لو أنا بدأت من الصفر، لو أنا بدأت من الصفر ورحت بعد الصفر، يبقى دي كلها اسمها حاجة اسمها طه، مجموعة الأعداد الطبيعية. لكن لو بدأت يا مستر من الواحد وخدت 2 و3، دي اسمها الأعداد الموجبة، صاد الموجبة. اعمل كده في ورقتي، ايوه، ولو خدت من سالب 1 ورجعت دي اسمها صاد السالبة.
بقى انا لو عملت كده اقدر احل اي حاجه؟ ايوه، تعالى اوري لك يا عم. لما اقول لك صاد هنقص منها صاد السالبه، صاد فرق صاد السالبه، اختار ازاي؟ بص كده، اقول له كل دي صاد هنقص منها صاد السالبه، اداري بايدي صاد السالبه، ايه اللي اتبقى؟ ايه اللي اتبقى؟ انا بقول اتبقى طه يا مستر، صح، يبقى الاجابه بتاعتي طه. طب هل في اجابه تانية؟ ايوه، في ايه هي؟ ان انا كان ممكن اقول له الصفر وصاد الموجبه، ولما اجي اقولها بقولها ازاي؟ بقولها بطريقه الاتحاد، يعني كان ممكن اقول صاد الموجبه اتحاد الصفر، يبقى في ناس تحل طه، صح. افرض سؤالي ما جاش، اختر، لازم اعرفه كده. بناء على ده انا هعمل مجموعة اسئلة تانية. طب لو جيت قلت لك صاد الموجبة تقاطع صاد السالبة، اقول له اسمع يا سيدي، كلمة تقاطع يعني انا عايز المشترك، ادي صاد الموجبة وادي صاد السالبة، هل في عدد هنا موجود هنا؟ لا، يبقى مفيش، وكلمة مفيش اتعلمنا رمز اسمه فاي. طب عندي اسئلة تانية ممكن تجيني؟ ايوه، ممكن يجي يقول لي صاد تساوي ويديني اتحاد ثلاث مجموعات. طب هل دي المسألة دي تتحل برضو من خلال خط الأعداد؟ أيوة. ليه؟ تعال نمسك صاد، ادي كل دي صاد، طب أنا عايزها اتحاد ثلاث حاجات، ولا يهمني، أنا أقدر أخد دي وأخد الصفر وأخد دي، يبقى أقدر أقول له صاد الموجبة وصاد السالبة والصفر واعمل له قوسين المجموع. طب افرض جه قال لي انا عايزها اتحاد مجموعتين بس، اتحاد مجموعتين بس، بسيطة برضو خط الاعداد اهو، عايز صاد حاجتين، اقدر اخد دي ودي، يبقى اقدر اقول له ط ومعها صاد السالبة. هي دي اسئلتي؟ لا، اخد عندك، لو انا جيت قلت ط تساوي او ط فرق صاد الموجبة، ده برضو احله من هنا؟ ايوه، طه ادي دي كل دي طه، هنقص منها صاد الموجبة، اداري صاد الموجبة، ايه اللي اتبقى؟ اقول له اتبقى الصفر، بس لو سمحت اعمله قوسين مجموع. في مجموعة اسئلة تانية؟ بس كل ده يتحل بخط الاعداد. للمرة التانية لو جاني سؤال اختر، سؤال اكمل، انا لازم اعمل خطوات. ليه؟ عشان ما اتسرعش واغلط. هنا بيقول لي متوازي مستطيلات قاعده مربعه، حلو قوي الكلمه دي يا مستر، اروح جاي في ورقتي حته مربع صغير، طول ضلعه خمسه، اقول له يبقى ده خمسه وده خمسه وده خمسه وده خمسه. مهم يا مستر الرسم؟ طبعا. ارتفاعه؟ اقول له يبقى انت اديتني عين. انت عاوز ايه؟ عايز مجموع ابعاده، عاوز مجموع ابعاده.